بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى جعل تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول وتعاقب الشهور وتعاقب الشتاء والصيف من آياته سبحانه وتعالى، التي يستدل بها أهل العقول السليمة وأهل الإيمان على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك يستدل بها أهل الإيمان وأهل العقول على أن الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير الأحوال، ويستدل بها أيضا أصحاب الإيمان وأصحاب العقول على تذكر والاتعاظ بهذا التغيير الكوني، لأجل أن يغيروا ما بأنفسهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يجري ما يجري في الصيف من شدة الحر، وما يجري في الشتاء من شدة البرد، من أجل أن يتعظ العباد ويتذكروا ما يكون في يوم القيامة من الحر الشديد، ما يكون فيها من الزمهرير والبرد الشديد، فيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا نموذج مما في الآخرة من الحر والبرد، كما أن الاعتدال، فصل الاعتدال في الخريف والربيع، فيه تذكير بما في الجنة من اعتدال وما فيها من راحة ونعيم سرور. فما يجري في هذه الدنيا لا يجري عبثا، وإنما هو لحكمة إلهية عظيمة، فيتبصر المسلم المؤمن. أما الكافر والمنافق هذا لا تزيده هذه الآيات وهذه العبر ولا تنفعه، لعدم إيمانه وعدم خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمعتم قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فمن لم يتعظ بهذه الأحداث وهذه الأمور وهذه التغيرات فهذا سيتذكر يوم القيامة حين لا تنفعه الذكرى. أما المؤمن فيتذكر في هذه الدنيا في وقت ينفعه التذكر، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن ما يجري من الحر والبرد وغير ذلك من تغيرات إنما هو مذكر للمؤمن
وواعظ للمؤمن وخير له، وإن كان فيه مشقة عليه أو ضرر عليه يسير، لكن فائدته أكبر، لأنه يتعظ ويتذكر ويعرف ضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. قد مر بكم أيام من شدة البرد ورأيتم ماذا حصل فيها، هذا ليس عبثا وإنما هو تذكير لكم، تذكير لكم لتحاسبوا أنفسكم، ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور. في أيام كانت الدنيا كلها كما عرفتم من شدة البرد والجليد والذي ضر الأشجار والنخيل ثم حوله الله جل وعلا إلى دفء وإلى راحة، هذا دليل على قدرته سبحانه، يجعل الكون كله باردا صقيعا ويجعل الكون كله دافئا مريحا، هذا بقدرته سبحانه وتعالى. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ونحن كما تعلمون ما جرى من هذا البرد الشديد وما جرى من انحباس الأمطار وموت الأشجار والنخيل والأعشاب والمراعي، حباس المطر هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى ذكروا بها عباده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يطاق شربه. فهذا من تذكير الله لعباده سبحانه وتعالى حين حباس المطر وما يترتب عليه من المضار العظيمة، كذلك ما تشاهدون من غلاء الأسعار، هذه كلها مذكرات لعباد الله الصالحين ليتعظوا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهو من رحمته بعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله جل وعلا يقبض ويبسط ويغني ويفقر ويصح ويمرض، وهذا لمصالح المؤمنين أن يعتبروا وأن يتعظوا وأن يتذكروا وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يقبلوا على الله بالدعاء والتضرع، وهذا في صالحهم وفي منفعتهم، ولا ينتفع بهذا إلا المؤمن، سيذكر من يخشى. وأما المعرض والمنافق والكافر المشرك فهذا له شأن آخر عند الله سبحانه وتعالى، يتجنبها الأشقى، الأشقى لا يتذكر ولا يتعظ. وجاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب الذي وقع على أنفه ثم طار، والمنافق كالبعير يعقله أهله ثم يطلقونه فلا يدري لماذا عقلوه ولا لماذا أطلقوه، لأنه ليس عنده إيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
فعلى المسلمين علينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نحاسب أنفسنا، أن نبدأ بأنفسنا وبأولادنا وبيوتنا، فنقيم شرع الله سبحانه وتعالى بأداء فرائضه وتجنب محارمه. الناس اليوم غشاهم ظلام عظيم من جهة هذه المدنية وهذه الحضارة اللي يسمونها حضارة، وهي شر، فأغفلتهم عن ذكر الله وكسلتهم عن طاعة الله وانخدعوا بها، حتى ضيعوا أوامر الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والتوبة لها علامات، هي التوبة باللسان فقط، توبة تغيير، تغير من نفسك، تغير من أهل بيتك، من المعصية إلى الطاعة، من الخير من الشر إلى الخير، تغيير. أما إذا لم يحصل تغيير وإنما توبة باللسان، هذا ما ينفع، لا ينفع صاحبه. الذي يتوب إلى الله توبة صادقة يغير من حاله السيئة إلى حاله الطيبة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا مربوط بنا، فإن غيرنا من السيء إلى الحسن، من الطاعة من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، غير الله ما بنا من شدة ومن بؤس ومن قحط ومن غلاء أسعار ومن إلى آخره، غيره بالخير وبه، لأن الجزاء من جنس العمل. أما إذا لم نغير وبقينا على ما نحن عليه فما عند الله أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق للتوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح ما فسد من أنفسنا ومن أولادنا ومن أعمالنا ومن أحوالنا، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما سمعنا وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السؤال الأول، فضيلة شيخنا يقول: يكون بين أيدي العائلة مثلا صحن واحد فيه نوع من الأكل، وكل واحد يأخذ لنفسه بإناء مستقل من هذا الصحن، هل هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفترقون فإن في الأيدي بركة، بحيث يكون كلهم يأكلون من صحن واحد، جزاكم الله خيرا؟ لا أرى فارقا بين كونك تأكل بيدك من الصحن أو أنك تغترف منه في إناء وتأكل منه، لا أرى فارقا في هذا. إنما لو أن كل واحد يجعل له صحن لوحده فهذا هو الذي لا ينبغي. الله جل وعلا يقول: ولا على أنفسكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فهذا لا أرى فيه محذور، ولكن الممنوع التشبه، لأننا نرى في الفنادق أو في الحفلات أو الولائم أن الطعام يجعل مزبورا في مكان، كل واحد يأخذ صحن ويجفى لنفسه وينعزل ويأكل وحده، هذا تشبه بالكفار، وهذا فيه التفرق في الأكل المنهي عنه. أما إذا كان الأكل جميعا بين أيديهم وهم محيطون ومحدقون به، فسواء أكلوا بأيديهم أو أنهم أخذوا في ما ذكره السائل. نعم. أحسن الله إليكم.
وهذا يقول هل هناك ضابط لجمع الصلوات لشدة البر؟ وإذا طلب من الإمام أن يجمع فماذا يفعل، لا سيما إذا طلب منه بعض كبار السن، فهل يطيعهم أم لا؟ الله جل وعلا أوجب الصلوات في مواقيتها، جعل لها مواقيت محددة، وأمر بإقامتها في مواقيتها، هذا هو الأصل، أن كل صلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت بداية ونهاية كما هو مفصل في الأحاديث السنة النبوية وفي كتب الفقه، ولكن أحيانا تأتي ظروف تقتضي أن من الأسهل على المسلم أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى للتسهيل على العباد. وهذا في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى السفر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع فيه بين الصلاتين كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. فإذا جاز قصر الصلاة جاز الجمع بين الصلاتين، هذه واحدة. الثانية في المطر، المطر الذي يبل الثياب، أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب أو المتوقف هذا لا يجمع من أجله، إنما يجمع إذا كان المطر، إذا برز الإنسان وذهب إلى المسجد تتبلل ثيابه، أو أن يخلف في الأرض وحلا وطينا بينه وبين المسجد، فهذا يجمع من أجله، إما الدحض والطين وإما نزول المطر الذي يبل الثياب. ذكر العلماء مسألة ثالثة وهي الليلة الباردة الشديدة، إذا كان هناك ريح باردة شديدة يجوز الجمع تخفيفا عن الناس. إذن هي ثلاث حالات، الجمع بين المغرب والعشاء ثلاث حالات، السفر يجمع فيه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما المطر والوحل والريح الباردة الشديدة إنما يجمع فيها بين المغرب والعشاء فقط، تسهيلا على العباد. الحالة الثالثة حالة المرض، إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، مثل المسافر، المريض مثل المسافر، إذا كان يلحقه مشقة في صلاة كل صلاة في وقتها يجوز له الجمع تخفيفا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض، فالمريض يجوز له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع. هذه الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين. أما أن العوام يقولون للإمام يجمع فلا يطيعهم إلا إذا كان في أحد هذه الأحوال: مطر ينزل يبل الثياب، دحض وطين في الشوارع، ريح باردة شديدة، في هذه الأحوال لا بأس بالجمع.
أما أنهم يجمعونه ما في شيء من هذه الأعذار غاية ما يكون فيه مطر خفيف أو يخشى من مطر أو فيه نوع من البرد لا يبيح الجمع. وعليه أنه يبين لهم هذه الأمور، يشرح لهم متى يجوز الجمع ومتى لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا شاب يقول ليس لدي القدرة على الزواج ولا أستطيع الصوم وتأتيه الشهوة دائما، فبماذا تنصحونه؟ انصح بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغض بصره ويتجنب الأشياء التي تثير الشهوة ويتقي ربه سبحانه وتعالى ويستعين به، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ليستعفف يعمل أسباب العفة وأعظمها غض البصر، فلا ينظر إلى ما يحرك شهوته، إما نظر إلى النساء أو النظر إلى الفضائيات والشاشات المجرمة التي يعرض فيها، أو الإنترنت التي تعرض فيه مثيرات الشهوة، لا ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يلتمس منكم حفظكم الله ذكرى صيغ الاستغفار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وشيئا من فوائده، وما هي أفضل أوقاته؟ الله جل وعلا أمر بالاستغفار، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الفريضة قبل إذا سلم من الفريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ومن صيغ الاستغفار، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسأله أبو بكر رضي الله عنه ماذا يقول الاستغفار، قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فالمسلم يستغفر ربه ويتحرى الصيغ الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استغفر بأي صيغة لا بأس، لا يترك الاستغفار ويقول أنا ما أعرف أستغفر، يقول اللهم اغفر لي أستغفر الله، هذه كل يعرفها ويكثر من ذلك يكثر من ذلك. وأوقات الاستغفار ليس لها وقت محدد، لكن بعد الصلوات أدبار الصلوات حينما يحصل من الإنسان خطأ أو تقصير استغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله حينما يحصل منه خطأ أو تقصير. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو العزيز الحكيم. آدم عليه السلام حينما أذنب هو وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل معنى قول الله جل وعلا وما منا إلا وله مقام معلوم. هذا قول الملائكة، الملائكة هم الذين ذكر الله عنهم أن كل واحد منهم له مقام معلوم في السماء، له مقام معلوم في السماء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يشهد الله جل وعلا ويشهد الحاضرين على أنه يحبك في الله، ويسأل الله جل وعلا
أن يغفر لك وأن يوفقك وأن يجزيك عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما تقوم به من دفاع عن العقيدة وعن الشريعة. ويقول: أسألكم يا سماحة الشيخ عن دعاء السفر، هل أدعو به لوحدي بصيغة المفرد أم لا بد من صيغة الجمع؟ أولا نسأل الله أن يحبك كما أحببتنا فيه. وأما قولك إني أدافع عن الإسلام، أنا لا لست في هذه الدرجة، أنا أقل من ذلك ومقصر وأستغفر الله، ولكن نرجو الله أن ينصر الإسلام بنصر من عنده، وأن يخذل أعداء الإسلام بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. وأما السؤال، نعم، السؤال يقول: دعاء السفر، دعاء السفر الذي ورد أنه إذا ركب المركوب الذي يسافر عليه من دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة يقول سبحان الذي، يقرأ الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، سواء قالها بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد، إلا الآية فإنه يتلوها كما هي. نعم، أحسن الله إليكم، وهذا شرط علي أن أقرأ السؤال بمقدمته، وهو يقول: أشهد الله يا شيخنا والدنا أننا نحبك في الله أكثر من أبنائنا، إلى آخره. يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم، هل نحفظ الحموية لشيخ الإسلام أم، وهل تكفي في فهم العقيدة أم لا بد من حفظ الواسطية وغيرها؟ أحببكم الله كما أحببتمونا فيه. وأما حفظ الحموية فطلبة العلم فيما سبق كانوا يحفظون مقدمة الحموية، لأن فيها قواعد وضوابط عظيمة ومقدمتها تحفظ، لأنها لها فيها قواعد عظيمة للرد على المخالفين، فإذا حفظها طالب العلم فهذا مما يعينه على طلب العلم ومعرفة الحق، يصير عنده قواعد يدفع بها شبه المشبهين. ولكن قبل الحموية هناك كتب مختصرة في العقيدة يجب حفظها ومعرفة معانيها على أهل العلم، مثل ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات والرد على القبوريين والمشركين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذه الثلاثة هذه عظيمة. ثم بعد ذلك يقرأ في الرد على معطلة الصفات، الأسماء والصفات في الواسطية والحموية والتدمرية، هذه كتب يترقى فيها طالب العلم شيئا فشيئا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الناس إذا نوم في المستشفى وشفاه الله ثم خرج وعاد إليه يقول: الله لا يعيد الشر، هل هذا مناسب؟ إيه، يسأل الله أنه ما يعيد الشر، هل طيب أنه يسأل الله يكفيه الشر ولا يعود إليه الشر؟ هذا دعاء عام. نعم، ويقول: بعض الشباب بعد استقامتهم يتذكرون ما كان يحدث منهم من إيذاء للجيران وللعمالة وغيرها على سبيل المزاح، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا أذيت شخصا أو أخطأت في حقه فإنك تستسمحه، تطلب منه المسامحة لأجل أن يزول حقه وظلمته عنك. فإن لم تقدر على طلب المسامحة منه فإنك تثني عليه وتدعو له، تثني عليه وتدعو له بعد ذلك. فما دام أنكم عرفتم الخطأ وأنكم تسيئون إلى الجيران، فمن تعرفون منهم فاطلبوا منهم المسامحة، ومن لا تعرفون منهم أو من العمالة فادعوا لهم، ادعوا لهم وأثنوا عليهم بدل أن كنتم تنقصونهم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا رجل طلق زوجته بعد وقاعه لها وهي تأكل حبوب منع الحمل، هل يكون الطلاق جائزا في هذه الحالة لأنه يثق أنها غير حامل، أم لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه؟ إيش يقول؟ رجل طلق زوجته بعد وقاعه لها وهي تأكل حبوب منع الحمل، سؤاله هل الطلاق هنا جائز لأنه يجزم أنها غير حامل، أم لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه؟ إذا كان الطلاق البدعي نوعان، طلاق البدعي نوعان، بدعي في العدد وبدعي في الزمن. بدعي في العدد أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، هذا البدعي في العدد. البدعي في الزمن كأن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يذكر أنه جامعها في طهر لأنه لم ينزل عليها الحيض بسبب الحبوب، فهو جامعها في طهر، هذا طلاق بدعي. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أمره أن يراجعها وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول لدينا اجتماع عائلي من الجد السادس فما دون، ووالدي يمنعني من حضور الاجتماع، هل تجب طاعته في ذلك؟ نعم، إذا كان والدك يلحظ إن في اجتماعك معهم أو أن هذا الاجتماع فيه محاذير وهو يمنعك من ذلك، تجب عليك طاعته في ذلك. أما إذا كان هذا الاجتماع ليس فيه محاذير شرعية فعليك أن تقنع والدك، تستسمحه، فإن أذن لك، وإلا لا تحضره، لأن طاعة الوالد مقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول أطلب رجلا مبلغا من المال في حدود 2500 ريال، ثم أحلته على شخص أطلبه 3000 ريال، ثم يقول أطلب شخصا مبلغ 2500 فحولني على شخص يطلبه هو 3000 ريال، فهل لي أن أخذ هذه الزيادة؟ لا، يجوزك تأخذ قدر دينك، تأخذ قدر دينك فقط، وإن سمح لك هو في الزيادة هذا من حسن القضاء، إذا سمح لك بالزيادة وأنت لم تشرط عليه زيادة وزادك من عنده هو باختياره، هذا من حسن القضاء. أما إذا لم يأذن لك، مجرد أنه حولك، خذ دينك، مقدار دينك، واترك الباقي له، إلا إذا سمح به. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما هي ضوابط الرؤية الشرعية للزوجة، وما نصيحتكم لبعض أولياء الأمور الذين يعترضون على ذلك؟ نعم، رؤية المخطوبة، رؤية المخطوبة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون على بصيرة هو وهي، لأن هذا أدعى للاتفاق بينهما
وأدعى لحسن العشرة بينهما، فهذه رخصة، إن عملت بها فهذا مأذون به، وإن لم تعمل بها لم تلزم. إذا كنت تعرف المرأة أو أرسلت لها امرأة ثقة وعرفتها وذكرتها لك بصفاتها، هذا يكفي عن الرؤية، هذا يكفي عن الرؤية. ليست الرؤية شرطا، إنما هي رخصة فقط عند الحاجة إليها. فإذا منعك وليها من رؤيتها، فأرسل لها امرأة ثقة أو امرأتين ينظران إليها ويخبرانك بصلاحيتها أو عدم صلاحيتها. والرؤية المرخص فيها هي ما يرغبك في زواجها، من النظر إلى وجهها وكفيها وشعر رأسها من غير خلوة، لا بد أن يكون هذا بحضور وليها، لا تخلو بها، تنظر إلى أطرافها ووجهها، هذا هو المرخص فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كان المسلم يعجز عن القيام في بعض الركعة ويستطيع في بعضها الآخر القيام، فهل يقوم ويركع في آخر الركعة أو يبدأ الركعة بالقيام ثم يجلس؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كلا الأمرين جائز، إن قام في أول الركوع أو في آخره، كلا الأمرين جائز، لأنه أتى بما يستطيع من الركوع. هذا إذا كان الركوع طويلا، في ركوع التهجد أو صلاة الكسوف، الركوع الطويل. أما الركوع الخفيف هذا لا يحتاج إلى رخصة. نعم، يقوم ويركع مع الإمام والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إنسان بدأ الصلاة جالسا ثم وجد خفة ونشاطا وكان قد بدأ الفاتحة، فهل إذا قام نهض للقيام يسكت أم يستمر في قراءة الفاتحة؟ نعم، إذا صلى جالسا لمرض ثم وجد قوة وخفة يقوم، لأنه زال عذره، زال عذره. وإذا كان قرأ بعض الفاتحة وهو جالس يكملها، إذا وقف يكمل الفاتحة ويبني على قراءته. نعم. وسؤاله الثالث يقول: رجل يتعب إذا مشى إلى الصلاة ويستريح في الطريق ويصلي في المسجد جالسا، لكن لو صلى في البيت لصلى قائما، فبأيهما يفعل؟ لا يقدم أداء الركن، لأن القيام ركن. إذا صلى في البيت صلى قائما، وإذا صلى في المسجد صلى جالسا، صلاة الجماعة واجب والقيام ركن، الركن أكد من الواجب، فيصلي في بيته لأجل أن يصليها قائما بدل أن يكون جالسا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قمنا لصلاة الفجر فلما أردنا أن نتوضأ وجدنا الماء لا ينزل من الحنفية، فاعتقدنا أنه قد تجمد الماء لأن الجو كان باردا جدا، فتيممنا، وعند الصباح تبين لنا أن الماء أن الخزان كان فارغا، فهل نعيد الصلاة؟ بلا شك يلزمكم الإعادة، لأنكم ما بحثتم عن السبب، فأنتم تسرعتم في التيمم، وأيضا أنتم في بلد يا أخي، كيف تتيممون وأنتم في بلد؟ كأن بحثتم عن ماء ساخن في المسجد أو عند الجيران أو. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما درجة حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، وما الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟
الحديث وارد لكن أنا لا أدري عن صحته أو قوته. وإدراك تكبيرة الإحرام بحضورها، أن تحضرها مع الإمام، إذا كبر تكبر بعده، هذا إدراكه، أن تحضرها مع الإمام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام تكبر بعده. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يعتقد بعض العوام أن شرب بعض أنواع الدم يشفي من الأمراض، فيقدمون على شرب دم بعض الحيوانات كالضب وغيره، ويستدلون بأن رجلا من الصحابة شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدم نجس حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، فهو حرام، والتداوي بالحرام لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. الدم حرام لا يجوز التداوي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فهذا غلط، تداوي بالدم وشرب الدم هذا لا يجوز، حرام بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم. ولو كان يقول بعض الناس أو بعض القبائل لا يعمل بهذا، لأن هذا مخالف للقرآن، فلا يجوز شرب الدم للدواء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله عدد الأشجار والأزهار والأبشار والرمال وغيرها مثل هذه الألفاظ؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده عدد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا قضيت الصلاة الفائتة في المسجد لوحدي ثم دخل رجل المسجد بعد انتهائي من الصلاة، فهل أصلي معه وأنوي الماضية نافلة والثانية فريضة؟ تصلي معه لأجل أن تجبره جماعة، وتكون الثانية هي النافلة، أما الفريضة أديتها ولا تحول بعدما أديتها، لا تحول إلى نافلة، فريضة هي الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بماذا تنصحون طالب العلم أن يحفظ من المتون؟ وهل يبدأ ببلوغ المرامي قبل الزاد أم يقدم الزاد؟ وأيضا يرجو منكم الدعاء له بأن ييسر الله له الزواج. المهمة ليست حفظ المتون ولا حفظ الأحاديث، المهمة الفهم، فهم الآيات والأحاديث بعد الحفظ، تجمع بين الحفظ وبين الفهم، وهذا لا يتأتى إلا إذا ظفرت بمدرس أو بعالم يشرح لك هذه المتون ويوضحها، أما بدون مدرس بدون معلم فلا يكفي حفظ المتون، أن تحفظها وأنت لا تفهم معانيها أو تفهمها على غير الصحيح، تفهمها بدون المدرسين والعلماء الذين يشرحونها. إنما الكتب أدوات، الكتب أدوات لا يعتمد عليها في تحصيل العلم والفهم بدون مدرس. أنت لو كان عندك سلاح وأنت لا تعرف استعماله، هل يجوز لك أنك تخاطر بنفسك وتستعمله وأنت ما تحسن؟ لابد من مدرب، لازم من مدرب على السلاح يدربك ويعلمك كيف تستعمله، وإلا فإنك تقتل به نفسك أو تقتل غيرك. كذلك الكتب هي مثل السلاح، لا بد من مدرب يدربك عليها ويفهمك مقاصدها ومعانيها، إما أن يكون المدرس في المسجد أو يكون في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات، المدارس النظامية
على المدرسين. المهم لازم من المدرس لمن يريد حفظ، لمن يريد فهم العلم وتحصيل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحمد الله جل وعلا الذي وفق خادم الحرمين الشريفين لإغاثة بعض المتضررين من البرد، فأرسل فأمر يحفظه الله بإغاثة عاجلة وقد وصلت بلدنا هذا، ولله الحمد والمنة. وسؤاله يقول: هل لي أن آخذ من الدفايات والبطانيات وخلافها رغم أنني لست من المتضررين من البرد؟ هذا حسب التوجيه، توجيه الملك بهذه الإغاثات. إذا كان خصصها للمتضررين والمحتاجين وأنت لست محتاجا ولا متضررا، لم يحل لك أنك تأخذ منها. وهذا هو الواقع، أنها مخصصة للمتضررين والمحتاجين. وأما الإنسان الذي ليس محتاجا فهذا لا يسوغ له أن يأخذ منها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعنا بأن فضيلتكم يحرم حجز اللحم عند الجزار إذا جاء اليوم وقال احجز لي 10 كيلو أو 20 كيلو يوم غد، فهل هذا صحيح؟ والله الحمد لله أنا ما لي دخل في الجزار ولا في اللحم، ولا افتيت بهذه الفتوى. ولا مانع أنك تدفع دراهم تقول للجزار باخذ منك كل يوم كذا وكذا من اللحم، هذا يصير مثل السلم، مثل دين السلم، تقدم له الدراهم وتأخذ منه اللحم أو الخبز يوما بعد يوم، لا مانع من ذلك لأجل الحاجة. نعم. لو ما دفع الدراهم؟ لا، لو ما دفع الدراهم لا، ما يجوز، لأن هذا يصير بيع دين بدين. نعم. يعني لو جاء الشيخ، لأن المشكلة هذه يسألوا عنها كثير، لو جاء الإنسان للجزار وقال أبي بكرة 10 كيلو لحم، ولا جاء بكرة يبي يأخذها ويحاسب الجزار؟ إذا كان هذا إلزام ما يجوز، أما إذا كان بالخيار ما يخالف. أحسن الله. أما إذا كان إلزام وعقد وما يجوز إلا بدفع القيمة، لأن هذا يأخذ حكم السلم. نعم. يعني إن كان لهم الخيار أي نعم فلا حرج، فلا حرج. إن كان فيه على وجه الإلزام إلى منه ما جاء وتأخر يبيعه ما يخالف. أحسن الله إليه. وهذا يقول: هل يجوز لي إذا غضبت أن أقول الله يلعن إبليس؟ وش يستفيد عادي؟ إبليس ملعون، ها لعنه الله، لكن لوم نفسك، ما تلوم إبليس، تلوم نفسك على الخطيئة وعلى الذنب وعلى، أما أنك تقتصر على لعن إبليس ولا تتوب ولا تستغفر، إبليس ملعون ببليك، ما هو بحاجة إلى أنك تزيد بلعنه. ثم يقول جاء في الحديث أنه يسر إبليس إذا أنه حملك على معصية ثم ندمت ولعنته، يفرح يقول أنا أثرت على ابن آدم أو أنا أضررت بابن آدم. نعم. فعليك بالتوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن مجموعة نعمل في المنطقة الصناعية، ويأتينا إمام هداه الله يسرع في قراءته سرعة شديدة بحيث لا نتمكن من قراءة الفاتحة ولا غيرها، فهل يسوغ لنا أن نصلي جماعة في السكن؟ لا، لكن أرشد هذا الإمام، فإن امتثل وإلا اطلبوا إماما غيره، اطلبوا إماما غيره إن لم يقبل التوجيه. نعم. وسؤاله الآخر يقول: هناك من أهل العلم من يقول بتحريك السبابة بين السجدتين وأن ذلك سنة، فهل يعمل بذلك؟ لم نعلم هذا ولا أدركنا عليه أحدا من أهل العلم، فلا يعمل هذا العمل، إنما هذا في التشهد، هذا ورد في التشهد الأول والأخير، وأما بين السجدتين فلا نعلم قائلا بذلك، وإن كان فيه قول فهو شاذ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا لبست شرابا فوق شراب، يعني خف على خف أو شراب، فهل ومسحت على التحتاني فهل أمسح على الفوقاني وكذلك العكس؟ لا، إذا بدأت المسح على التحتاني
فلا تمسح على الفوقان، لأن الحكم تعلق بالتحتان. أما إذا لبست الفوقان قبل المسح فلك أن تمسح على الفوقان، إذا لبسته قبل أن تمسح على التحتان فلك أن تمسح على الفوقان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا شاب يقول: أنعم الله علي ولله الحمد والمنة بالتوبة، لكنني إذا كنت لوحدي أغلب فتقهرني نفسي فأقع فيما حرم الله، ولا سيما بالنظر الحرام، فما نصيحتكم لي؟ أن تبعد عن مواطن النظر إلى الحرام. إذا كان أنك تنظر إلى الحرام في شاشة أو في إنترنت فأبعد هذا عنك ولا تحضره، وأخرجه من بيتك، فاقطع السبب الذي يوقعك الحرام. أو أنك تذهب إلى الأسواق تتابع النساء، تب إلى الله ولا تذهب. أبعد عن مواطن الحرام والنظر الحرام، ويعينك الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حديث 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، ويقول: هل الذهاب إلى المستشفى وطلب الرقية من الآخرين هل هذا ينافي؟ وكذلك الكي في المستشفى هل ينافي ذلك؟ هذا من فعل الأسباب، وقد أمر الله باتخاذ الأسباب. إنما الممنوع أنك تطلب من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا فيه حاجة إلى الناس، وأنك ترقى نفسك أنت أحسن ولا تحتاج إلى الناس. والكي معروف أنه مكروه لأن فيه تعذيب، لكن عند الحاجة لا بأس بالكي. وأما التطير فهذا شرك، يجب تركه مطلقا لأنه شرك. تطيره والتشاؤم والاعتقاد بالأشياء أنها تسبب الضرر فهذا تطير لا يجوز. لكن الاسترقاء معناه أن تطلب من الناس الرقية، وهذا سؤال للناس، والأحسن أنك تستغني عن الناس، ترقي نفسك أنت. وإن عرض عليك أحد أن يرقيك فلا مانع، لكن أنت ما سألته، هو من نفسه عرض عليك أنه يرقيك، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نظرت إلى ورقة زميلي في الاختبارات فأخذت منه بعض المعلومات ثم ندمت. وسؤاله الآخر يقول: بعض الأساتذة يعطي زيادة درجتين ثلاث ويقول هذا عشى والدين، فهل يجوز ذلك؟ أما النظر إلى زميلك وأخذ الجواب منه هذا غش، قد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وطالب العلم أولى بتجنب الغش، فعليك بالتوبة إلى الله ولا تعد لمثل هذا. وأما المدرس فلا يجوز له، المدرس حاكم يجب عليه العدل بين الطلاب، فلا يزيد أحدا على ما يستحق ولا ينقص أحدا عما يستحق، الواجب عليه العدل في الحكم. وليس هذا عشا للوالدين، هذا من المزح المذموم، هذا يضر الوالدين، لأن هذا غش ولا يجوز هذا، وخيانة في الأمانة. المدرس مؤتمن، فإذا حاف مع بعض الطلاب فهذه خيانة وفيها إثم ولا تنفع الوالدين. إذا كان يبي ينفع والديه يتصدق من ماله من دراهمه، تصدق من عنده الوالدين، ما هو بيتصدق عليهم من حقوق الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: توفي والده قبل فترة وترك مالا يسيرا ولم يبين في وصيته كيفية صرفه، بل وكل ذلك إلى الوكيل، وتنازل الورثة عن مبلغ أيضا إضافي، فماذا يضع؟ أين يضع ذلك؟ هل يضعه في أضحية أم يضعه في مسجد؟ يراجع المحكمة في هذا. الوصايا والأوقاف من اختصاص
النظر فيها من اختصاص المحاكم الشرعية، فيراجع القاضي فيها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول عنده راتب وعليه ديون بلغت 400,000 يسددها أقساط، ولا يبقى من راتبه إلا 20%، هل له أن يأخذ من الزكاة لسداد هذا الدين؟ نعم، إذا كان عليه دين لا يستطيع سداده وهو مطلوب مطالب به وهو لا يستطيع التسديد، فله أن يأخذ من الزكاة، لأن هذا من الغارمين. قال الله جل وعلا في أصحاب الزكاة: والغارمين. والغارم على قسمين: غارم لنفسه وهو المدين العاجز، وغارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل حمالة لأجل الإصلاح، هذا غارم لغيره. وأما المدين فهو غارم لنفسه. فإذا كانت الديون حالة ومطالب بها فله الأخذ من الزكاة، أما إذا كانت الديون مؤجلة ويؤخذ من راتبه كل شهر كذا وكذا، هذا ليس بحاجة إلى الأخذ من الزكاة، لأن الغريم لا يطالبه بالدين كله، وإنما يأخذ من راتبه، إلا إذا كان الراتب الباقي لا يكفيه لأولاده وأهل بيته فيأخذ لأنه فقير. إذا كان الباقي من الراتب لا يكفيه لحوائجه الأصلية فإنه فقير، يأخذ لأجل فقره. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تنتشر في أيام الاختبارات بعض الظواهر السلبية وبعض المحرمات كالمنبهات وغيرها، وأيضا تأخر بعض الأطفال وإهمال بعض أولياء الأمور لأطفالهم، فما توجيهكم له؟ على أولياء الأمور أنهم يحزمون أولادهم ويضبطونهم، لأن هذا من مصلحتهم، ولا يهملونهم، يراقبونهم في بيوتهم ويحضرونهم للامتحان ولا يفوتهم شيء منه. يجب على ولاة أمور الطلاب الصغار والقصار أنهم يراعونهم عند الامتحان، لأنهم لا يدركون الأضرار التي تترتب على الإخلال بالاختبار، فعليهم أنهم يراقبون أولادهم. وأما تناول المنبهات، يقول: نعم، منبهات، المنبهات التي تضر على الصحة لا تجوز، أو على العقل. المنبهات التي تضر على الصحة أو على العقل هذه لا تجوز، لا في الامتحانات ولا في غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لدي ابن يتخلف عن صلاة الجماعة كثيرا، فلا يكاد يمر يوم إلا ويفوته فرض أو فرضان، ونصحته كثيرا فلم يستجب، فبماذا تنصحونني؟ على الاستمرار، ننصحك بالاستمرار في مناصحته، ولا تيأس من هدايته. وما دام يصلي ولكن يتأخر بعض الأحيان، فهذا يرجى أنه إن شاء الله مع المناصحة ومع الاستمرار أنه يحافظ على صلاة الجماعة، فلا تتركه. نعم، طيب. Yeah.
وهذا سائل يقول: هل للمرأة أن تقلب الرداء في صلاة الاستسقاء أم أن هذا خاص بالرجال؟ لا، المرأة ليس من حقها أنها تقلب الرداء لأنها عورة ومطلوب منها الستر، إنما هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال، لأنهم إذا قلبوا الرداء ما يترتب على هذا محذور. ما المرأة إذا قلبت يترتب على هذا محذور أنها تنكشف. نعم. وإذا كانت في مكان مستقل؟ ولو كانت، لأن هذا شيء لم يرد في حق النساء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما معنى قول الله جل وعلا إن هذا أخي له 99 نعجة؟ ما المراد بالنعجة؟ الله أعلم، لكن هذا من باب الابتلاء والامتحان لداود عليه السلام، ولا ندري ما المراد بهذه النعاج، لكن بعض العلماء يقول إنها النساء، إن النعجة تطلق في بعض اللهجات اللغوية العربية تسمى المرأة بالنعجة، فربما يحمل على هذا المعنى، والله أعلم. المهم إن هذا امتحان لداود عليه السلام، امتحان لداود عليه السلام، وظن داود أن ما فتناه، يعني امتحناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سرنا كثيرا ما أعلنه ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله لكل خير من تسهيلات على المواطنين وزيادة للرواتب كبدل لغلاء الأسعار، فما هي مظاهر الشكر التي تنصحوننا بها؟ الدعاء لولاة الأمور بالصلاح، ادعوا لهم بالصلاح والإعانة والتوفيق لما فيه خير الإسلام والمسلمين. نعم. وهذا يقول: هل تجوز غيبة الكافر والمجنون، وهل يجوز لعن الكافر بعينه؟ الغيبة لا تجوز، وما المصلحة فيها إلا إذا كان المقصود منها تحذير من شره، إذا كان المقصود منها التحذير من شره، منه خطر على المسلمين يحذر، أو أحد يصاحب الكافر وينصح وقال هذا كافر بالله وهذا عمله وهذا، فلا بأس. إذا كان يترتب على الغيبة مصلحة راجحة فلا بأس، أما إذا لم يترتب عليها مصلحة راجحة فهي باقية على التحريم. والشق الثاني، الشق الثاني يقول: ما هي وهل يجوز لعن الكافر بعينه؟ غيبة الكافر والمجنون، وهل يجوز لعن الكافر بعينه؟ الله جل وعلا لعن الكافرين عموما، لعن الكافرين عموما، لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فاللعن على العموم للكفار والمنافقين أمر جائز، أما لعن المعين هذا فيه خلاف بين العلماء، لأنه ربما يتوب، ربما يتوب ويختم له بخير فلا تلعنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الناس يربط الدعاء بالمشيئة ولا سيما في العزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليعزم المسألة، فما توجيهكم لهؤلاء؟ لا، ما يجوز ربط الدعاء بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. ثم هذا يدل أيضا على فتور السائل، فتوره وعدم
احتياجه له، كأنه يقول إن غفرت لي ولا ما هو بلازم، كأنه غني عن المغفرة. هذا الأمر لا يجوز لهذين الأمرين، فيعزم المسألة ويعظم الظن بالله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف ينجو الشاب المسلم من الفتن، لأن هناك فتن تموج الآن، فبعض الشباب عندهم غلو وتكفير، وبعضهم عنده انحراف والعياذ بالله في المخدرات والشهوات، ما السبيل إلى النجاة؟ السبيل ملازمة الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصبر واجب، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول الصبر على طاعة الله، والنوع الثاني الصبر عن محارم الله، فتصبر نفسك عن محارم الله، بمعنى إنك تحبس نفسك عنها، تبتعد عنها وعن أهلها. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، تصبر على أقدار الله المؤلمة وترضى بقضاء الله وقدره. فالحاصل أن الذي يعصم من المعصية هو الصبر عنها والابتعاد عنها وعن أسبابها وعن أهلها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الحكم في المال الذي يأخذه الكفيل من العامل كل شهر بحجة أنه يتركه طوال الشهر حر، وهذا المال يأخذه الكفيل غصبا من العامل، ولا بد أن يدفعه العامل ولو لم يعمل؟ هذا يخالف نظام ولي الأمر، لأن ولي الأمر إنما سمح باستقدام العمال لمن عندهم أعمال يقوم بها العمال ويدفع لهم رواتب متفق عليها في العقد، في عقد الاستقدام. والمسلمون على شروطهم، لا يجوز مخالفة الشرط. فهذا حرام لوجهين: أولا أنه مخالف ومعصية لولي الأمر، وثانيا أنه أكل للمال بالباطل، بحيث يسخر هذا العامل يكد ويكدح ثم يأخذ محصوله الذي عرق فيه وتعب فيه، فهذا لا يجوز. وهذا سموها أخيرا، سمته الدول بالمتاجرة بالأشخاص، المتاجرة بالأشخاص، إنك تستخدم عمال وتتاجر بهم وتخليهم يشتغلون وتأخذ محصولهم، هذا لا يجوز لا دوليا ولا شرعا ولا نظاما. نعم، إن كان عندك عمل شغلهم فيه، إن كان ما عندك عمل انقل كفالتهم لغيرك أو سفرهم البلاد. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بقية الطعام الذي يتساقط في السفرة هل يسوغ وضعه في القمامة؟ إذا كان يؤكل وينتفع به لا يجوز، لا يجوز وضعه في القمامة. إذا كان ينتفع به فلا يجوز وضعه في القمامة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت العصر مع الإمام، وبعد قراءة دعاء الاستفتاح سهوت فلم أقرأ الفاتح حتى ركع الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة، قراءة الإمام كافية والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا شخص لا يحسن القراءة في المصحف، فهل الأفضل الاستماع إلى إذاعة القرآن أو ترديد بعض السور التي يحفظها؟ يجمع بين الأمرين، في فترة يقرأ ويردد ما يحفظه، وفي فترة يستمع لقراءة القرآن من المذياع. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كفارة اليمين: إذا صام لا يجد، لا يستطيع الإطعام ولا العتق، ويقول: إذا صمت الأيام الثلاثة وصمتها في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، فهل تكفي عن كفارة اليمين وعاشوراء؟ لا، إن كانت ناويها عن عاشوراء فيه ما تكفي عن كفارة اليمين، أما إن نويتها عن الكفارة فإنها تكون عن الكفارة ولا تكون عن عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت حسب ما نويت. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الطريقة المثلى لكفالة الأرملة والأيتام، هل يدفع لهم مالا شهريا أم سنويا أم يؤمن لهم حاجاتهم؟ حسب الأصلح، ينظر في الأصلح لهم فيعاملهم به. الأصلح أنه يعطيهم المال وهم يصرفونه، أو الأصلح أنه هو ينفق عليهم، الأصلح أنه يجزئ عليهم كل يوم أو كل شهر، ينظر في الأصلح لهم. واليوم والحمد لله وجدت الجمعيات الخيرية، فيعطي الجمعية ويوكلهم على الإنفاق على هؤلاء البيوت، خصصها لهم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض المساجد يحصل فيها أكثر من جماعة يصلون أكثر من مرة، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان هذا في الطرق، على الطرق، مساجد على الطرق، وأصحاب السيارات يأتون يصلون جماعات، فلا بأس بذلك. أما إذا كانوا ساكنين وكانوا مستوطنين، فلا بد أن يكونوا جماعة واحدة، ولا يجوز لهم التفرق وتعمد هذا الشيء، أنهم يتفرقون يتعمدون هذا الشيء، هذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: أحد أصحاب المحلات يطلبني نقودا، وأغلق هذا المحل ولا أعرف صاحبه ولا مسدد، فماذا أفعل؟ اسأل عنه جيرانه، اسأل عنه اللي يعرفونه، اسأل عنه، ابحث عنه، انتظر حتى يأتي، لا تستعجل. فإذا أيست منه بعد الانتظار وبعد السؤال وأيست